السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حديث الناس، هذا البرنامج الذي نوصل به صوت المواطن إلى المسؤولين حتى نكون العين الصادقة التي تنقل الحقيقة إليكم. أصدرت رئاسة الجمهورية قبل أيام قرار قضى بتعيين دكتور الزبير محمد الحسن محافظا لبنك السودان المركزي في وقت تتوجه فيه الدولة لوضع المعالجات والحلول للمشاكل الاقتصادية التي أخرت البلاد كثير. هذه هي الولاية الثانية للدكتور الزبير على هذه المؤسسة. ذهب البعض إلى أن هذا التعيين لم يخرج من النطاق السياسي، يرى البعض أنه رجل المهام الصعبة التي تحتاجه الحكومة الجديدة في هذه الفترة لتغيير السياسة المالية المصرفية. للحديث حول هذا الموضوع معنا داخل الاستوديو دكتور حسام الدين إسماعيل، الباحث في الاقتصاد القياسي. مرحبا بك دكتور، سلام عليكم. مرحبا استاذ سامي. لدينا يعني كثير من المحاور والوقفات، نبدأ بلماذا التأخر في تعيين سيد محافظ البنك المركزي منذ وفاة السلف في يوليو الماضي أو يونيو الماضي، وهل ستتغير سياسات البنك المركزي بتغير المسؤولين الذين يأتوا على رأسه، وما هي أبرز التحديات التي تواجه المحافظ الجديد للبنك المركزي؟ هذه بعض المحطات الرئيسية في هذا الحوار من حديث الناس، لكن نبدأ هذا المساء من حديث الناس بهذا التقرير ونكمل حديث الناس. ثلاثة أشهر تأخر فيها تعيين محافظ جديد لبنك السودان المركزي خلفا للراحل الدكتور حازم عبد القادر، الأمر الذي خلق كثيرا من التساؤلات حول مصير المنصب لأهميته الاقتصادية في البلاد. وتبينت آراء الاقتصاديين حول تأخر التعيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان، ويرى مراقبون أن المطلوب في ظل الظروف الحالية هو أن لا يخضع قرار التعيين لمؤشرات سياسية، بل لابد أن تتم المعالجة في إطار الكفاءة والمهنية التي تعطي المركزية الاستقلالية التامة في وقت طلب فيه آخرون بالإسراع في تعيين محافظ جديد ليمارس واجباته الكبرى حسب قانون بنك السودان وقانون تنظيم العمل المصرفي. لم يخلو منصب محافظ البنك المركزي طوال فترة حكم الإنقاذ من تعيين إلا في الأشهر الثلاثة الماضية، حيث شغل المنصب عدد من المحافظين أولهم مهدي الفكي الشيخ الذي تولى المنصب في العام 1988 وغدره في العام 1990. الشيخ سيد أحمد الشيخ الذي تولى المنصب في العام 1990 وغدره في العام 1993. دكتور صابر محمد حسن الذي تولى المنصب في العام 1993 وغدره في العام 1996. عبد الله حسن أحمد الذي تولى المنصب في العام 1996 وغدره في العام 1998. دكتور صابر محمد حسن الذي تولى المنصب في العام 1998 وغدره في العام 2011. دكتور محمد خير الزبير الذي تولى المنصب في العام 2011 وغدره في العام 2013. عبد الرحمن حسن عبد الرحمن الذي تولى المنصب في العام 2013 وغدره في العام 2016. حازم عبد القادر أحمد الذي تولى المنصب في العام 2016 وتوفي في 16 من يونيو من العام 2018. رئيس الجمهورية أصدر قرارا جمهوريا بتعيين دكتور محمد خير أحمد الزبير في 16 من سبتمبر من هذا العام في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة ضيقت الخناق على المواطن السوداني، الأمر الذي يلقي أعباء واسعة على المحافظ الجديد في معالجة أزمة شح السيولة التي تسببت في تداعيات سالبة لقطاع المصارف، إلى جانب وضع المعالجات العاجلة والسريعة لتصاعد قيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه وتوفير النقد الأجنبي لمقابلة احتياجات المستوردين، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية المحلية. مرحبا بكم مرة أخرى، يتواصل هذا الحديث وموضوعنا التعيين الجديد لمحافظ بنك المركزي بنك السودان.
دكتور تأخر التعيين، يعني دكتور حازم ربنا يرحمه ويغفر له توفى، ثم كانت هناك يعني فترة بتاعت 3 أشهر ما فيها محافظ للبنك المركزي، لماذا التأخير في هذا التعيين؟ والله أنا أعتقد أنه يعني لم تخلو الساحة المهنية في مجال العمل المصرفي ومجال وضع السياسات في السودان من أي شخص كفء في أي وقت من الأوقات، لكن أعتقد أنه هناك يعني تدابير كما ذكر التقدير سياسية قد تكون أخرت من تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب. عموما هو محافظ بنك السودان سواء كان عجل بتعيينه أو تأخر ذلك لأي أسباب، من واجبه أن يقوم بالأدوار التي يقوم بها المصرف المركزي، والمصرف المركزي مسؤول من مهام بسيطة ومهمة في ذات الوقت وهي ليست كثيرة، يعني أهمها هي التحكم في حجم وكمية السيولة في الاقتصاد المحدد في الوقت المحدد، ووضع السياسات الائتمانية، سياسات الإقراض للبنوك التجارية، وأي أنشطة تجارية واقتصادية يمكن للبنوك التجارية أن تمول بها المواطن أو المؤسسات الاستثمارية، علاوة على ضبط معدلات التضخم. هناك أدوار صغرى يمكن أن يقوم بها، فأعتقد أن الراحل حازم كان منبها أن يقوم بهذه الأدوار، وتأخر الزمن أو طال، هذه هي نفس الأدوار التي سيقوم بها دكتور الزبير. نعم. نظريا على الأقل. من الملاحظ حتى في التقرير أن هناك من شغل المنصب يعني فترتين. نعم. كان الدكتور صابر ثم الآن دكتور الزبير. نعم. يعني كاننا بنرجع أحيانا لاختيار سابق. نقدر نقول لماذا عاد دكتور الزبير مرة أخرى إلى هذا المنصب يعني؟ والله أعتقد يعني كفدلكة تاريخية الرجلان اللذان يعني تعاقبت دوراتهما من زمن مامون بحير، يعني من 1959 هما دكتور صابر ودكتور الزبير، ودكتور صابر هو الآن الرجل الأول في المكوث في على هذا المنصب، يعني تقريبا 16 سنة، 3 سنوات في التسعينات ثم ثاني زي 13 سنة في الفترة الأخيرة، ثم دكتور الزبير الآن مجمل ما يعني مكث في هذا المنصب زي 6 سنوات تقريبا. الأداء الاقتصادي للبنك السودان البنك المركزي عموما قد يحدد يعني استدعاء محافظ بنك السودان لأكثر من دورة. دكتور صابر زي قعد دورتين أو أكثر من دورتين، 3 دورات، دكتور الزبير تقريبا الآن دورتين اللي هي 5 سنين ثم 5 سنين ثم 5 سنوات بالنسبة لدكتور صابر، اللي بيخلينا نحن نحكم يعني بمعايير، يعني ليس حكم على أشخاص إنما هو حكم على أداء بمعايير اقتصادية معروفة. ما هو أداء الاقتصاد النقدي في فترة تولي محافظ بنك السودان ومحافظ البنك المركزي في كل الدنيا لهذا المنصب؟ ما هو دور البنك المركزي في ضبط السيولة؟ دور البنك المركزي في وضع سياسات ائتمانية إقراضية تساعد على تحريك ماكينة الاقتصاد، دور البنك المركزي وبالتالي دور المحافظ في الاستقلالية من الجهاز السياسي والسياسات المالية التي يضعها وزير المالية. كل ما كان كانت الإجابة على هذه الأسئلة إيجابية يكون هذا مشجعا لاستدعاء الرجل المناسب في المكان المناسب. هذا على المستوى النظري، يعني إذا كل ما كان الرجل أكثر تكنوقراطية وفنية ومهنية بالذات في هذا المنصب الحساس، كل ما قد يكون هذا محفزا مشجعا لصناع القرار على أن يستدعوا الشخص مرة أخرى. نعم. التغيير المستمر والكثير، يعني تابعنا في التقرير أنه حدث تغيير في هذا المنصب، يذهب هذا ويأتي هذا، لا يؤثر ذلك على يعني استمرار واستقرار السياسات التي يجب أن يتبناها ويتابعها البنك المركزي؟ والله أنا أعتقد أن يعني اختزال المشكل فقط في منصب محافظ بنك السودان يعني يحتاج إلى مراجعة، يعني محافظ بنك السودان لوحده لا يستطيع أن يصفق، يعني هناك يعني كثير من المعينات يحتاجها البنك المركزي أو محافظ البنك المركزي لكي يستطيع أن يقوم ويؤدي دور المنظمه. نعم. أول وأهم هذه المعينات هو الاستقلالية من السياسة المالية،
بمعنى في حال حدوث عجز في ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري، أو في حال حدوث عجز ما بين إيرادات ومنصرفات الدولة، لا بد أن يكون لمحافظ بنك السودان دور مستقل في أن لا يطبع مزيد من النقود لسد هذا العجز، أو يطبع نقود بحكمة وبرشد وبحزبان لكي يستطيع أن يسد هذا العجز. فإذا تمكن محافظ بنك السودان أو محافظ البنك المركزي في أي وقت من ضبط هذه الاستقلالية بصورة جيدة، أعتقد أنه يكون قد نجح دور كبير في المحافظة على قيمة العملة السودانية أو العملة المعنية، في المحافظة على ثقة الناس في الجهاز المصرفي، في المحافظة على حراك وسرعة الاستثمار وعمليات السوق داخل الاقتصاد المحدد. كأنك تقول إنه الوظيفة يجب أن تكون يعني مها سياسية، لكن مرات الوظيفة نحتاج تكون سياسية أكثر منها مهنية، أو مهنية أكثر منها سياسية، يعني الخيار لك يا دكتور. والله طبعا هذا إشكال، يعني هذا إشكال في 30 سنة الأخيرة، وأعتقد أن الناس الخبراء تحدثوا فيه، وحتى عوام الناس تحدثوا فيه عن الولاء والكفاءة والتكنوقراطية والسياسية وهذه المسائل. لكن أنا دائما بقول على أنه يعني لا بد أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب بلا أي اعتبارات، حتى لو طغى ذلك على الخيارات السياسية. على المدى الطويل حينما تضع رجل في هذا المنصب الحساس وفي كل المناصب الحساسة، هو طيع سياسيا لكنه يعني أو يغلب جانب الولاء أو الانتماء السياسي على المهنية والعلمية وفعل الصواب، على المدى الطويل سيخسر الاقتصاد وسيخسر التنظيم السياسي وسيخسر الناس. فهذه المسألة لا بد أن لا تفوت على السياسيين أو على المعينين لمنصب محافظ بنك السودان. أنت عرضا يا دكتور ذكرت الواجبات اللي أصلا بيقوم بها البنك المركزي. نعم. فلو فصلتها وحددتها كده بصورة واضحة عشان الحديث يبقى المشاهد عارف البنك المركزي ده مطلوب منه شنو، ونجي نشوف بعد ذاك البنك المركزي عندنا هنا في السودان مطلوب منه يبدأ من وين يعني. طيب، البنوك المركزية في كل الدنيا عندها مهام، 4 أو 5 مهام، احنا هنركز على 1 أو 2 أو 3 بالكثير. نعم. البنك المركزي هو الجهة الحكومية المستقلة التي تتحكم فيما يسمى في الاقتصاد النقدي بعرض النقود. ما هو عرض النقود؟ هو كمية النقود المطبوعة أو المسكوكة والمقدمة إلى السوق لضمان التبادل التجاري والإقتصادي وتزييد، إذا إنجاز التعبير، النشاط، ضمان حركة الاقتصاد بإيجاز. نعم. ثم التحكم في سياسات الائتمان. ما هي سياسات الائتمان للبنوك التجارية؟ كم ستقرض البنوك التجارية للأفراد وللمؤسسات وبأي نسبة؟ بأي نسبة أرباح؟ طبعا الاقتصاد الغربي اللي احنا قريناه ويدرس الآن بيعتمد على الربا، لكن هناك حلول، طبعا هذه تطول يطول شرحها، وأكيد معظم الناس عندهم عنها فكرة، وابتكرت أو تم الارتجاع إلى صيغ التمويل الإسلامي اللي هي المرابحات والمزارعات والمضاربات، وهذه الصيغ هي التي تضمن النماء، نماء الاقتصاد، نمو الاقتصاد. هذان هما المهمتان الأساسيتان للبنك المركزي، بالإضافة إلى التحكم في التضخم. التضخم يعني هي كلمة أصبحت الآن رائجة، اللي هو مقدار المال الموجود في مفاصل الاقتصاد بالمقارنة مع حجم السلع والخدمات في داخل الاقتصاد. هي معادلة، معادلة بسيطة لكنها يعني لا تخلو من تعقيد في كثير من التفاصيل. يعني مفترض يكون في السوق في قروش تساوي حجم النشاط الاقتصادي. إذا زادت كمية هذه القروش عن هذا الحجم، وزادت كمية القروش دي المطبوعة في شكل عملات نقدية أو حتى أوراق بنكية أو حتى سندات، إذا زادت عن كم النشاط الاقتصادي، يحدث ما يسمى بالتضخم، ويمكن لهذا التضخم أن يتفاقم ليصبح التضخم الفائق كما حصل في زيمبابوي. فهذه هي المهام الرئيسة. وإذا قلت يحصل ما يسمى بالكساد. نعم. يحصل ما يسمى بالكساد، يعني يكون في كمية من السلع والخدمات ولا يوجد سيولة لضمان التبادل التجاري. يعني يكون مثلا في بكل بساطة، يعني تخش الدكان تشتري، تلقى الدكان مليء بالبضائع والسوق مليان بالخدمات، لكن ليس في جيبك نقود.
ده زي الحاصل لنا الآن يعني أو قريب منه. الحاصل في السودان مزيج من الحالتين، يسمى بالكساد التضخمي، يعني مزيج من التضخم الفائق زائدا الكساد، وهي حالة حمان الله يعني أشبه بحالة أن يكون مريض عنده ضغط وسكري في آن واحد، أو يسمى بالستاكفليشن كما يسموه في الأدبيات. ودي حالة طبعا خطرة جدا ومميزة للدول الأقل نموا في الدنيا، يعني يكون في كميات كبيرة جدا من السيولة في عملات ورقية عالية، وفي نفس الوقت الاقتصاد معطل معق لا يستطيع أن يتحرك. وهذه يعني تحتاج إلى دربة ودراية عالية وإلى سياسات وإلى ماذا يستبق الأحداث يا دكتور، ولا يعني ليس من ضمن محاورنا، لكن هل يمكن العلاج من هذا الداء المركب؟ لا، لا يوجد شيء ما عنده علاج، أي حاجة عندها علاج، لكن هناك شروط لأن يكون هذا العلاج سريعا وناجعا. الشروط دي ما ممكن تكون عند محافظ بنك السودان لوحده، يعني محافظ بنك السودان فقط لوحده ما ممكن يضع سياسات من غير التنسيق مع وزير المالية، من غير التنسيق مع الكيانات السياسية، من غير التنسيق مع الكيانات الأمنية، من غير التنسيق مع كل مرافق الدولة اللي هي جزء من العملية بتاعة توليد الإيرادات وبتستهلك مصرفات في الاقتصاد المحدد. أشرت في حديثك لأنه السياسة المالية والسياسة النقدية هم حاجة واحدة ولا كل واحد برا؟ في اختلاف. يعني في اختلاف. السياسة المالية يعني بإيجاز هي دي السياسة اللي بيضع المشرع اللي هو وزير المالية، وبموجبها بيتحكم في إيرادات الدولة. ضبط الميزانية لكي تقابل منصرفات الدولة. نعم. إيرادات الدولة معظمها في الاقتصاد الحديث هي الضرائب. والضرائب بتجنيها الدولة نظير تقديمها لتسهيلات ولحماية ولخدمات للمؤسسات والمواطنين في رقعة جغرافية ما في زمن ما. ثم هذه الإيرادات تجمع عشان ترجع للمواطن، أول حاجة تنفق بها الدولة على نفسها بشكل بتاع أجور، وتطور بها إمكانياتها، تدعم بها المشاريع الممكن تنتج لها. يعني الدولة لازم تعمل، الدولة ما يعني ما ليس في حالة الاقتصاد السوداني الدولة لا تعمل، يعمل الناس والمؤسسات. الدولة نفسها بتشيل الضرائب دي بتنفق بها على نفسها وبتنفقها على الناس في شكل منصرفات، إنفاق عام، تعليم، علاج، بنى تحتية، خدمات شرطية، أمن، قضاء، تطوير، رفاه، بيئة، هذه كلها منصرفات الدولة. فدي السياسة المالية بإيجاز. السياسة النقدية على الطرف الآخر هي التحكم كما أوردت آنفا، التحكم في كمية النقود الموجودة في الاقتصاد لتسهيل النشاطات التي تشملها السياسة المالية، التحكم في مقادير الإقراض، نسب الإقراض اللي هي مرابحة 12% 8% في الاقتصاد الغربي طبعا، اقتصاد اللي هي نسب الانترست اللي هي 8% 12 أو 20 أو 2.5% زي ما حصل في أو حاصل الآن في الغرب بعد الكارثة الاقتصادية الأمريكية الأخيرة. فالسياسة المالية ليست هي السياسة النقدية، والسياسة النقدية ليست هي السياسة المالية. وزير المالية يعنى بوضع السياسات المالية، محافظ بنك السودان يعنى بوضع السياسات النقدية، ويفترض نظريا أن يكون هناك استقلال تام لمحافظ البنك المركزي عن السياسة المالية نظريا، على أقل مستوى نظري. وأعتقد أن هذه الحالة ليست مطبقة هنا في السودان، ما خاضع، لا أعتقد عمليا لا توجد. يعني دائما احنا هنشوف ليه يا دكتور، لكن خليها عقب الفاصل. نعم. فاصل ونكمل حديث الناس، تابعونا. مرحبا بكم، يتواصل حديث الناس. دكتور حسام، قبل الفاصل كان في يعني فهم عشان يصل للمشاهد كامل انه البنك المركزي يجب ان يكون متمتع باستقلالية، وقلت في واقعنا في السودان يعني في اشكال في حكاية استقلالية بنك السودان عن المنظومة الاقتصادية وعن وزارة المالية. السؤال كان ليه، يعني ليه ما في استقلالية؟ والله طبعا هذا سؤال اعتقد انه سياسي، يعني يجيبوا عليه الاخوة السياسيين، لكن اعتقد انه العجز عجز وزير المالية عن توفير ايرادات لمقابلة منصرفات الدولة والتي هي منصوص عليها بالميزانية تم مناقشتها في نهاية العام 2017 مستشرف 2018 وتتم مناقشتها في نهاية كل عام، يعني عجزه عن مقابلة المنصرفات بيخليه يهرع إلى ما يسمى بالاستدانة من النظام المصرفي، والذي هو ده الاسم الأنيق لطباعة النقود، اللي هو ده التضخم زاد، واللي هو ده بيفاقم من التضخم. نحن طبعا في السودان الآن من الدول في مقدمة
الدول التي تعاني من تضخم عالي بعد فنزويلا وجنوب السودان تقريبا. نعم، قال التضخم لشهر اغسطس ارتفع بنسبة 66%، ده الكلام اللي اعلنه الجهاز. التضخم الشهري 63.4، نعم، والتضخم التراكمي زي 124%، اللي هو نحن بعد فنزويلا وجنوب السودان كنا فتنا جنوب السودان في الاشهر اللي فاتت، لكن جنوب السودان رجع الى موقع الطبيعي نمرة 2 بعد فنزويلا. فالعجز ده ما بين ايرادات الدوله اللي هي بتجيبها من النشاط الاقتصادي للدوله نفسها، وما بين منصرفاتها، مفترض طبعا يكون على التعليم وعلى الصحه وعلى الرفاه وعلى النماء وعلى البنى التحتيه وعلى القطاعات الزراعيه طيب ده احنا كله ما شايفينه، يعني الصرف ده الايرادات دي قاعد تتصرف على شنو يعني؟ والله طبعا الساده في البرلمان يعني صرحوا على انه 76% من الميزانيه هتوجه للامن والدفاع. فطيب اذا انت يعني الدوله وجهت ايرادات الموجوده الان من كل الانشطه الاقتصاديه المعروفه الان، من ذهب، من شويه بترول، من شويه زراعه، 76% من هذه الايرادات مشت للامن والدفاع، ال 24% قد ما يكون عندها تغطيه، ما يكون عندها موارد. طيب حنعمل شو؟ حيقوم وزير الماليه حيمشي للسيد محافظ بنك السودان بيقول له ديني. وطبعا السيد محافظ بنك السودان ما عنده مصادر يجيب منها نقود غير انه يمشي لمطبعة العملة هنا ويصك نقود ويديها للسيد وزير المالية عشان يدفع الأجور ويدفع الرواتب وعشان يعني يسير النشاط الاقتصادي. لما انا اطبع نقود بصورة غير صحية بالطريقة دي على مدى طويل بيحدث التضخم، ويتفاقم التضخم ده ويتفاقم بمعدلات رياضية إلى أن يصبح تضخما كبيرا أو فائقا زي ما يسمى هايبر انفليشن، زي ما ممكن كان يحصل في زيمبابوي. نعم. دكتور احنا طبعا الحديث يعني كتر خيرك انت بتبسط الان في هذه يعني محاضرات ودروس في الاقتصاد ومداخل ومخارج الاقتصاد. نعم. انا متولي الان يعني الاسئله نيابه عن المشاهدين، بعد شويه هنفتح لهم فرصه بالتاكيد عبر ارقام الهاتف التي يعني تظهر لهم الان ومركز الرسائل المخصص لهذا البرنامج ورسائل الواتساب. فلما تجي الاسئله كتر خيرك دارين افادات بنفس الطريقه دي ليهم يعني ان شاء الله عشان الناس يفهموا الحاصل شنو يعني. ومرحبا بك يا ابو محمد. مرحبا، السلام عليكم. احييك واحيي ضيفك يا اخي. بارك الله فيك، تفضل. انا بس كلامي يعني عام على المناصب عامه، ليس محافظ بنك السودان او الوزير الفلاني. انا اتمنى انه الوزير او المحافظ او الزول المسؤول الكل بالمهمه ده كلفوه بالمهمه ده جماعيه وتكون في خدمه المواطن، ما يكون له ارتباطات خارجيه، بمعنى ما يكون رجل اعمال يملك شركات، يملك اساطير من العربات، يملك. ليه؟ سببين، السبب الاول يكون متفرغ بفاض وزارته او بنكيه او مهمته الاصلا تعين فيها. السبب الثاني يبعد نفسه من الشبهات من الاتهامات. نعم. اصلا هو المسؤول حتى لو كان وزير في النهايه موظف دوله بيتغاضى راتب معين. شكرا لك، رساله واضحه يا ابو. نعم. دي النقطه الاولى. عايزين عليك نقطه ثانيه. نعم. كل الشعب السوداني مترقب من الحكومه الجديده انها ترجع الدولار ده ل 6 بدل 18. ارفع صوتك يا ابو محمد، كل الشعب السوداني شنو؟ قلت لك كل الشعب السوداني مترقب انه الدولار ده يرجع ل 6 دولار كما كان يعني مطلع العام 2018. نتمني انه إيقاف سياسة تحرير الأسعار وجيل السببين لمغاليات السوق وتؤدي منها المواطن غاية إن شاء الله. إن شاء الله يا أبو محمد، إن شاء الله. كتر خيرك أستاذ سامي. بارك الله. بارك الله فيك، كتر خيرك. أنا برضه أغتنم هذه الفرصة وأقرأ يعني آخر رسالة جاتنا عشان الإخوة دائما ناس الرسائل قاعد يقولوا إحنا ما بنديهم فرصة. تحية لك يا دكتور. وبيقول عايز، هل يمكن تغيير هذا الوضع؟ لأن المواطن السوداني الآن يعاني في كل الخدمات المقدمة اليوم، فبيعتبر الآن الوضع في السودان زيرو خدمات، وما في أي خدمة تقدم للمواطن إلا عبر الدفع المباشر يا دكتور. يقول لك إنه كل ما يحتاجه المواطن الآن بيأخذه بحر ماله. هل الحكومة الآن قادرة على تغيير هذا الوضع، ولا الآن نحن في تخدير والنظام يمارس علينا هذا التخدير يعني منذ زمن طويل؟ نجمع عليك ما بين الرسائل اللي جاتنا وكلام ابو محمد عشان تجاوب له في السياق الحديث يعني. طيب نبدا بالاخ الاول.
نعم. والله طبعا يعني قانون العمل في السودان ينص على انه ما في مسؤول. نعم. يعني تقلد منصب. نعم. هذه مسألة. نعم. طيب يعني وفي اقرار ذمة برضو كده مفروض يعني. نعم. هذه مسائل يعني قد تكون بعيد من السياسات النقدية والسياسات. نعم. المالية. لكن بس عشان يعني نجاوب عليه. لكن. نعم. بالتأكيد طبعا إذا ثبت إنه في مسؤول يتقلد أكثر من منصب أو يعني يتربح من منصبه أو يستغل منصبه في تسهيلات لعمله الخاص، أعتقد أن هذه يعني بموجب قانون العمل بموجب الدستور هذه جريمة. وأعتقد أنه ينبغي أن يحاسب ويوقف. أثر ذلك على السياسات المالية والنقدية قد يعني يحتاج إلى تتبع طويل يعني، لكن أعتقد أنه مبدئيا وأخلاقيا ومهنيا يعني هذه مسألة غير جائزة. نعم. بالنسبة للأخ الثاني الرسالة اللي هو بيتكلم عن شوق، وطبعا هو ده ما شوقه برا، هو ده شوق كل السودانيين على أنه يستعيد الجنيه السوداني عافيته مقابل العملات الأجنبية على رأس الدولار. المسألة دي ليست بهذه البساطة. يعني أول حاجة بكل بساطة الجنيه عشان يقوى أمام الدولار نحن لازم ننتج، والإنتاج ده نحن بنصدره عبر بور سودان أو في شكل سلع أو حتى عبر خدمات. الطلب على هذا الإنتاج هو معناه طلب على عملتنا، فلما يكون في طلب على عملتنا نحن الناس بترغب في سلعنا نحن بنقدمها، وبالتالي قيمة عملتنا يعني بكل بساطة بترتفع. يعني أسيلي الآن الدولار أو اليورو أو الين أو اليوان عندهم وضعهم، ليه؟ لأنه دي اقتصادات منتجة بتنتج سلع بتنتج خدمات بتقدمها للعالم، وبتفرض بوقائع وترتيبات اقتصادية وسياسية طلب غير مباشر على عملاتها. فنحن عشان نرفع من قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار لازم ننتج، لازم نقدم للعالم صادر سلعي خدمي يجيب لنا في مبدئيا يجيب لنا عملة صعبة، ثم نحرك هذه العملة الصعبة لإنتاج مزيد من المنتجات ومزيد من الخدمات، ثم نستفيد من هذه الأرباح في تعزيز وفي زيادة جودة وتنافسية منتجاتنا إحنا، إلى أن يصبح الطلب على منتجاتنا لذاته، وبالتالي يمكن هنا أن يكون هناك طلب على هذه العملة. الرحلة دي بتضمن على أنه يحصل ارتفاع لقيمة الجنيه أمام الدولار، وحصل الكلام ده أيام نحن كنا بننتج نفط، الدولار كان 2500 جنيه، 2500 جنيه يعني. هل ممكن الذهب يغطي هذه الفرق يا دكتور؟ الذهب يعني على ارتفاع قيمته، لكن أعتقد أنه الصعوبة وبطء دورة إنتاجه بتخليه غير قادر على أن يسد هذه الثغرة الكبيرة التي مثلا عند ممكن يعني يسدها البترول أو تسدها الزراعة. فيعني لما بدأ إصدار الذهب أو إنتاج الذهب الناس تستبشرت خير، لكن الذهب يعني موضوع طويل، موضوع طويل، أو هو وحده لن يعني يشمل أو يكفل للاقتصاد السوداني أن يتعافى، لابد أن يكون الاقتصاد متعدد المنتجات متعدد الصادرات لضمان أمن الاقتصاد. يعني ما ممكن أن يكون هناك اقتصاد وحيد المحصول فقط، يعني حتى لو كان المنتج الزراعي فقط وعلى وفرته مثلا أو إمكانية يستجلب. عشان نرجع لموضوع البنك المركزي. نعم. والسياسات التي ينتجها البنك المركزي، يعني في خبر بيتحدث عن أنه البنك هيشتري المنتج من الذهب بالسعر الحر. نعم. يعني كان برضه خطوة نحو أنه يكون في سيطرة وإحاطة بالذهب المنتج محليا. والله هو عموما البنوك المركزية لا ينبغي لها على المستوى النظري أن تدخل في أي نشاط اقتصادي، هي ريجوليترز منظمات، هي تنظم الأعمال والأنشطة الاقتصادية بلوائح وقوانين. المفترض يتحكم في السعر بتاع الذهب ده وفي سعر أي منتج أو خدمة البنوك التجارية عبر ميكانيزم العرض والطلب، آلية العرض والطلب. هناك عرض من الذهب سينخفض السعر، هناك طلب أكثر من العرض سيرتفع السعر. لكن مما أضر بسعر الذهب وبواقع سوق الذهب في السودان اللي هو إنه البنك المركزي أصبح أحد الشارين للسلع، يعني هو ذاته أصبح متاجر بسلعة الذهب، وده للأسف أفرز عرض غير حميد وهو تحريب الذهب. احتمال لما يدخش البنك المركزي احسن من يدخش البنوك التجاريه نظريا، لانه هو عنده الامكانيه انه يطبع مقابل الذهب ده يعني نقود. ما هو الاشكال انه المعادله بتاعه طباعه النقود
مقابل شراء الذهب بثمن غير مريح للمعدن الأهلي أو المعدن النظامي، واضح أنه العلاقة لم تكن علاقة أربح أكسب، هناك كان يعني إجحاف في حق المنتجين أو المعدنين، وده أفرز نشاط التحريب. أما كون أنه القرار الأخير الذي أصدره وزير المالية، أعتقد أنه بيضع الأمور في نصابه رويدا رويدا، يعني يشتري الذهب، البنك المركزي يشتري ده بسعر الحر، تركه لقانون العرض والطلب. نعم. أنا أعتقد أنه يعني ممكن أن يقيم المعدنين هذا القرار بعين العقل، ويمكن أن يرتفع يساهم كده يعني في هذا التو الذهب في نماء الاقتصاد السوداني والمحافظة على قيمة الجنيه السوداني. نعم رويدا رويدا. لكن الصورة المثلى أن تتولى هذا الأمر البنوك التجارية. أفضل يعني، ممكن ثم إن البنوك التجارية أو حتى البنوك التجارية تتعاطى مع بنك السودان، أو حتى المعدنين يتعاطوا بنك السودان بأسعار معقولة. نعم. بأسعار معقولة تكفي للجميع أرباح عادلة. الآن المواطن اللي بيربطوا بالبنك والناس في المدن الرئيسية في توجيه، لأنه كل الشركات الحكومية والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة تتعامل تعامل إلكتروني، شالوا القروش ودخلوها في البنك والناس واقفة قدام الصفوف زي ما شفنا مشكلة السيولة. فكيف يستطيع البنك المركزي في ظل الإدارة الجديدة التعامل مع هذه المشكلة؟ بعدين طبعا مشكلة السيولة نتجت، أنا أعتقد إن يعني هو محاولة أمن اقتصادية أو اقتصاد أمنية لكبح جماح التضخم. يعني مبدئيا فقد الناس الثقة في العملة الوطنية، وأنا لما أفقد كمواطن أو كمؤسسة الثقة في العملة الوطنية ببدأ أشوف لي مخازن أكثر قيمة لقروشي ولتعبي أنا مثلا، واللتان هما الجنيه الدولار والذهب. ما أعتقد أنه الأراضي هي خيار، لأنه الأراضي الآن معظم الأراضي الاستراتيجية تم شراؤه، هناك مشاكل كبيرة جدا في تزوير الأراضي، فالناس بتلجأ وبتفر إلى الدولار والذهب. التسارع والتحافت على شراء الدولار وشراء الذهب رفع من قيمة الدولار بقانون العرض والطلب البسيط. يعني هناك طلب عالي على الدولار بلا عرض، بلا عرض بمعنى انه الاقتصاد ما فيه دولار، نحن ما عندنا منتجات نبيعة الى الخارج عشان نجيب دولار، ده رفع قيمة الدولار، وصلوا الى 47 ولا 48، في بعض الايام وصل الى 50، رفع من قيمة جرام الذهب. فهذه المسألة حدد اعتقد يعني لا اعتقد انه هذا القرار هو قرار سياسة مالية ولا سياسة نقدية، اعتقد انه قرار امني بالتحكم في المتاجرة بالدولار وبالتحكم في المتاجرة بالذهب عبر ضبط السيولة، وهذا ما يسمى بالسياسة النقدية الانقباضية. يعني انت تخلي الناس عندهم قروش بسيطة تمشي حياتهم اليومية البسيطة وما او احتياجاتهم اليومية، وما يكون عندهم فائض من المال يقوم يشتروا به دولار ويشتروا به ذهب. فده افرز اللي هو أزمة ما يسمى بأزمة السيولة. انت بتمشي البنك الليلة عندك قروش كثيرة جدا، بيدوك مليون 2 مليون، تجي اليوم البعد. ده طبعا على افتراض انه اصلا الذين كانوا يتاجرون يعني في الذهب وفي العملة ودارين يلموها بيتعاملوا عبر الاقتصاد الرسمي والبنوك التجارية دكتور. يعني والاشكال انه المتأثرين بالسياسة الانقباضية دي والسياسة المتحكمة دي هم الناس اللي ما مسببين للكارثة اصلا. نعم يعني عنده 5000 في البنك، واحد عنده 10، ده ما هيشتري ذهب ولا بيعرفوا زاد يعني ولا عنده شغل طبعاً. يعني هو مفترض طبعا يكون الاستهداف ل التجار الكبار اللي عندهم كميات كبيرة ضخمة جدا من السيولة خارج النظام المصرفي. واعتقد ان القرار ده يعني ابتدأ بطباعة 50 جنيه، ظنا من انه هذا القرار يمكن ان يعيد معظم الكتلة النقدية السيطرة. نعم. لكن اعتقد ان هناك كثير من التدابير التي هي ليست اقتصادية قطعا، انما قد تكون هناك ترتيبات سياسية ومصالح عطلت من قرار استبدال العملة. فالمتضرر هو المواطن البسيط الذي ليس هو متسبب أصلا في الكارثة، وقطعا المؤسسات الكبيرة يعني المؤسسات الصناعية الكبيرة المؤثرة على مفاصل الاقتصاد أصلا هي حساباتها في البنوك. نعم. فبالتالي هي ليست متسببة في هذه الكارثة. يعني كل المؤسسات الكبيرة المعروفة الآن هي تتداول عبر الشيكات والمقاصات. فالمؤثرين في هذه المسألة في التلاعب بالدولار أو الشراء بالذهب أنا أعتقد أنه لم يطالوا هذا
هذه السياسة النقدية الانقباضية. هذه السياسة النقدية الانقباضية الآن يعني هي عرض لمرض، كيف يمكن أن يعني نفهم تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بأنه مشكلة السيولة هتتحل في حدود من 8 إلى 10 أسابيع؟ والله أعتقد أن يعني هذه المسألة تحتاج إلى سحر. يعني المسائل في تقديري أنا المتواضع ليست بهذه البساطة، وكما أسلفت في بداية الحلقة يعني محافظ بنك السودان أو وزير المالية لوحده ما ممكن يحل هذا الإشكال. يعني هذه التعقيد بتاع المشكلة الاقتصادي السوداني من الصعوبة بمكان، بحيث يعني اعتقاد المتخصصين أو حتى الناس العاديين أو حتى السياسيين صناع القرار على أنه الشخص الفلاني لوحده يمكن أن يحل هذا المشكل، أعتقد أنه هذا فيه اختزال مخل. مهما كانت قدرات هذا الشخص، نعم أنا أعتقد أنه كينز نفسه إذا اتخطى في كينز دابو الاقتصاد الكلاسيكي إذا اتخطى في هذا المحك حيواجه مشاكل. فحل مشكلة السيولة يعني على المستوى النظري، أنت عشان تحل مشكلة السيولة حتخلق ما فررت منه، يعني أنا حأفر إلى ما أنا أحذر منه، تاني الناس حيشيروا قروش حيبدوا يشتروا في الدولار وحيبدوا يشتروا في الذهب، وانت بعد شوي تاني حتضطر. لكن ما اتفقنا يا دكتور انه الناس القروشهم في البنوك ديل ما هم اللي بيمشوا يشيلوا الذهب ويشتروا الذهب ولا الدولار ويتعاملوا فيه؟ يعني ما هو الضوء الاخضر ده حيشجع الناس الماسكين قروشهم الان في الخزان. شوف لهم حلك. والله هو شنو كده، خلينا نجي نفكر مع بعض ونسمع برضو اخواننا اللي بيتابعونا الان. فاصل ونكمل حديث الناس. مرحبا بكم، تواصل حديث الناس. ضيفنا داخل الاستوديو الدكتور حسام الدين الباحث في اقتصاد القياسي، وموضوعنا بنك السودان وتوقعات المستقبل. قبل الفاصل كان هناك سؤال عن حل مشكلة السيولة هيتم كيف، ومع مشكلة السيولة أيضا مشكلة توفير عملة أجنبية والعملة الصعبة والدولار لبقية الأشياء التي نستوردها. تفضل يا دكتور. طيب مشكلة السيولة أصلا هي نتجت كما تحدثنا قبل الفاصل عن أنه هو إجراء انقباضي. يعني أنا منعت الناس من أنه يحولوا نقودهم إلى ذهب وإلى دولارات. إذا أنا يعني شرعت في ضخ السيولة مرة أخرى ورفعت القيود الانقباضية دي ححل معاناة الناس، ما في شك. وأي شخص بعد كده ممكن يسحب النقود المحتاجة. أنا أعتقد أنه هناك حيكون في أثر رد فعلي متوقع، أنه الناس حتبدأ تسحب قروشها كلها من البنوك. وطبعا ده ما معناه أنه نحن نأخر إجراء فك القيود على السيولة، لكن كتوقعات. ليه؟ لأنه الناس الآن بدأت تفقد ثقتها في النظام المصرفي، ودي ما أول مرة. يعني في بداية الألفينات أعتقد أنه في عهد وزير المالية عبد الرحيم حمدي تغيير 100 جنيه برضو كان دي المرة الثانية اللي هو المتعامل السوداني المتعامل بالنقد السوداني يفقد الثقة في النظام المصرفي. أعتقد أنه هي قد ما ترجع قريب، حيبدو الناس يسحبوا قروشهم، حيحولوا هذه النقود إلى محافظ للقيمة مختلفة. طبعا موضوع الدولار ده شبه حسم بالضوابط الأمنية، موضوع الذهب ده قد يكون مفر بديل يعني بديل ممكن. لكن ده حل للمشكلة على المدى القصير، وأعتقد أنه ده تخدير. نعم، على المدى القصير وعلى المستوى الأدنى. على المستوى الأدنى. لكن يبقى الذين أصلا يستطيعون أن يتعاملوا بكميات ضخمة من الأموال وحيث ما شاءوا موجودين. نعم، هنا بيخش الدور بتاع محافظ بنك السودان في إرجاع الثقة للعملة السودانية وفي النظام المصرفي والمحافظة على التضخم. وهذه المسألة ما ممكن يعني يقوم بها محافظ بنك السودان لوحده. يعني احنا نحتاج إلى سياسات متكاملة تكفل تحريك مفاصل الاقتصاد إذا ضخت دماء في جسد الاقتصاد السوداني. أنت تحتاج إلى سياسات إنتاجية تحفز الإنتاج، تحتاج إلى سياسات تحفز المستثمرين اللي هم بيجيبوا لك عملات أجنبية. لكن وقت ما في يا دكتور، يعني الناس طوال الجميح، ما احنا دايرين الجميح ودايرين الوقود ودايرين الدواء، وما في. انت قبل قلت احنا ما عندنا حاجة اصلا، الناس منتظرينها يعني في العالم عشان جنيهنا ده يبتدي يتعافى. يعني
والله هيكون عندنا مشكلة زمن وإنتاج. للأسف نحن ما عندنا غير أنه ننتظر، لأنه الخراب اللي حصل في الاقتصاد السوداني في الفترة المنصرمة بالتأكيد لن يحل بين عشية وضحاها. ننتظر قدر كم؟ الناس متابعينك الآن، أعتقد إذا كنا متفائلين يعني. إذا كنا متفائلين أعتقد أنه الدولة والحكومة إذا كانت حادبة وشجاعة وصريحة واستعانت بالمختصين في هذه المسألة وحلت كل الإشكالات المعيقة، أنا أعتقد أنه 5 سنوات ممكن أن تغير، 5 إلى 7 سنوات ممكن أن تغير من شكل الحياة في السودان. يعني تنتظرنا يعني 7 عجاف تاني يعني؟ ما عجاف، يعني ممكن مصداقية، بعض المصداقية للمجتمع الدولي وللمواطن بعض الإجراءات ممكن أن تعيد الحياة في مفاصل الاقتصاد. وهذه المسألة جربت، يعني هذه الحلول جربت، ليس بحذفورها يعني طبعا زي ما مفترض أن تعمل في السودان. في دول كانت أكثر فشلا من الواقع السوداني، سنغافورة، كوريا الجنوبية، في تلك الآونة، البرازيل، يعني هذه الدول انتهجت سياسات محددة وقفزت باقتصادات. لكن يجب أن نعترف أن هذا مشكل موجود، وهذا ما سميته الآن فشل ثم يبدأ التصحيح. نعم. نظام، أنا أعتقد أن هناك نظام مجرب ومتعارف عليه، وهو نظام يسمى باللغة الإنجليزية البوت، اللي هو البناء ثم التشغيل ثم التمليك ثم نقل الملكية إلى المستخدم. يعني شنو بوت؟ يعني مثلا أنا أستدعي دول وشركات خاصة دولية وأعمل معها شراكات في استنهاض قدرات الاقتصاد السوداني. أستدعي الدولة مثلا سين عشان تشتغل لي في القطاع الزراعي، نظير 70% من المحصول مثلا يكون لصالح هذه الدولة و30% من المحصول يسلم للحكومة السودانية. نظير أن يتم توظيف عدد كبير جدا من أبناء السودانيين بمعدل 80 إلى 70% مقابل 30 أو 20% من الدولة، أن يمنح هؤلاء الموظفون على مختلف رواتب، مختلف درجات، رواتب مغرية. بالطريقة دي في عدد كبير جدا من القطاعات، في الزراعة، في الصناعة، دكتور، لكن الشركات العالمية والدول اللي دارين نستدعيها أو نسترضيها ونخليها ما واقفة الآن على بابنا، يعني شنو بيخليهم يجوا عندنا؟ احنا عندنا مشاكل في الأرض وعندنا مشاكل وعندنا محكمة جنائية منتظرانا بإجاي وإشكالات داخلية، يعني كأنما نحن أصلا مقفلين بابنا وأزول الدار يجينا ذاته ما فاتح له الباب. يعني سبقتني بالشروط، ما هي الشروط المغرية والمحفزات لأنه هذه الدول تأتي؟ طبعا هذه مسألة سياسية بحتة، يعني لا بد للسياسيين أن يعني يحفزوا الدول دي والشركات دي على أن تأخذ. حتى لو كان هذا الأمر يعني معلن وقال أهل السياسة كلمتهم في هذا المجال، من ناحية اقتصادية ما هي الجدوى الاقتصادية التي تعود على الدولة سين أو الشركة صاد على تأتي إلى السودان وهي ترى أمامها الآن السودان واضح في هذا الزمان ما في حاجة مغضغطة؟ يعني الحوجة الاقتصادية يعني أو الدافع الاقتصادي والحوجة، يعني العالم الآن مبني على تبادل المنافع والمصالح، يعني كل الدول دي شايفة الموارد الموجودة في السودان وأكيد هي حريصة على أن تستفيد من معادنه ومن أراضيه ومن ماءه ومن شمسه ومن كذا، رغم المحاذير الكثيرة التي تعلمها والسياسات المحاذير طبعا إشكال عائق، وإلا يعني لكان رغم كل الكلام النظري اللي احنا بنسمعه عن السياسات المحفزة للاستثمار لكان يعني أتى. وفي دول أنا كان ذكرت قبل كده في دول كثيرة جدا جاءت بأموالها وبخبراتها ثم نقصت، يعني اللي ما قابلته من مشاكل تتعلق بالفساد، مشاكل في البنى التحتية، مشاكل في بطء اتخاذ القرار، وبالتالي أدى إلى ضعف العائد. نشرك معنا أخونا حسن من الجزيرة ونشوف نسمع بعض الإفادات. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام يا أخي. تفضل. أول حاجة أشيد بك وأشيد بالبروف. نعم دكتور حسام. البرنامج اللي بيتغمس كل مشاكل الناس. شهادة يعني نكتبها لكم بأحرف من نور. شكرا لك، تفضل. جزيك الله خير. يا أخي بصوت التردي بالنسبة للوضع الاقتصادي عام. نعم. المشكلة دي يعني تراكمية بيني وبينك، يعني ما وليت الليلة ولا مش استنادا للمؤشر بتاع التضخم الحاصل. في 3 محاور مع الاعتذار ان الواحد يقولها كده نقص الناس بشفافية. تفضل. الحكومة يا اخي افلتت الزمام عنا. يعني اقتصاد الدولة جزء منه منهوب، جزء محتكر،
والجزء الاخر طبعا ميسيوز. والميسيوز ده اتكلموا عنه الجماعه قبل من كده، منه الصرف البذخ والعربات وغيره وما غيره. دلوقتي يعني وزير الماليه هل عنده حصه سحريه على اساس مثلا يعالج المواضيع دي ما بين عشيه وضحاها؟ ما اعتقد. لما الحكومه مثلا ظهرت في انه مثلا دارت تعالج شيء من الشيء، قامت احكمت الغضه على السيوله. نعم. وده اصلا موضوع كلامنا الليله هو بنك السودان وسياساته ومستقبله. نعم. على السيوله. نعم. عشان شنو؟ تحارب السوق الموازي، مش كده؟ لكن مشكله ما تحلوها بمشكله يا مولاي يا استاذ سامي. يعني الليله لما انت تحكم السيوله، التداول بين الناس بيروح، مش كده؟ نعم. بس الناس بقت في ضايقه، يعني انت لا في صرافه ولا في البنك جوا ما بتلقى الحاجه اللي انت دايرها. نعم. اعتبارا ان احنا هسي فتنا الناس في بعضها. بالنسبه للدولار، الدولار يا اخي نحن ما عندنا يا اخي صادر، لانه الدولار ارتفاعه ونزوله نعم يعتمد اساسا على الصادر بتاع الدوله. شكرا لك يا حسن. نعم. شكرا لك وإفادتك جيدة جدا، لكن لأنه زمننا يعني ضايق زمن الحلقة، فكتر خيرك نسمع منك مرات قادمات. شكرا لك ونحيي عبرك كل الأهل في الجزيرة. احنا دائما نسمع انه ما عندنا صادرات. احنا ما عندنا صادرات يا دكتور؟ هو احنا عندنا صادرات، لكن هذه الصادرات لا تغطي الانفاق العام. والبيجي من الصادرات ده تاني انا بكرر انه هذا ليس سرا، على انه انفاقه بيحصل في أنشطة غير منتجة. وده كلام البرلمان، ما كلام نحن كباحثين. يعني إذا كان أنا مثلا بصدر مثلا مليار دولار مثلا، يعني أنا عندي 760 مليون، اللي هي 76% من هذه بتمشي الأمن والدفاع، وده نشاط غير منتج، نشاط مستهلك. المتبقي أنا بصرفه، ما بيغطي كل على بصرفه على التعليم، بصرفه على الزراعة، بصرف على هتقسم يعني حتى. هذا غير كافي. كيف يمكن لبنك السودان ان يمضي في المستقبل؟ داري لنا وصفه سريعه مختصره. بنك السودان لوحده لا يمكن ان يمضي في المستقبل، يعني محافظ بنك السودان عليه ان يتحكم هذا نظريا في مقدار السيوله في الاقتصاد. ممكن يساعد البنوك التجاريه برفع السقوف الائتمانيه، يعني يشجع البنوك التجارية على تمويل النشاطات الاقتصادية المنتجة، ده بيحرك من الاقتصاد وممكن يقلل التضخم بالمناسبة. فالفترة الجاية دي اعتقد انه السيد محافظ بنك السودان لو هو عايز يعمل معروف في الاقتصاد السوداني، يحفز البنوك التجارية على تقديم فرص استثمارية عادلة للمؤسسات، عادلة وعاجلة، وعاجلة للمؤسسات وللأفراد. نعم. ويشجع هذه المصارف على محاربة مشكلة الفقر. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا بتاعت فقر، يعني البنوك التجارية دي مفترض يكون جزء من نشاطها انها تكافح الفقر. في مشاريع جيدة عن ما يسمى بالتمويل الأصغر. نعم. لكن طبعا هسع بقت ما عندها قيمة لانخفاض قيمة الجنيه السوداني. فده مفترض يكون جل اهتمام السيد محافظ بنك السودان بالتعاون طبعا مع السيد وزير المالية، ولا بد يكون الجهات السيادية تساعد على إمضاء هذه القرارات. نتفائل معك دكتور حسام الدين إسماعيل، يعني الباحث في الاقتصاد القياسي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن هذه الآمال والأحلام تتحقق قريبا عاجلا. نحن ما عندنا حاجة نغور غير كلمة آمين. شكرا جزيلا لكل الذين تابعونا وكانوا معنا في حديث الناس. تواصل هذا الملف، ملف الحكومة الجديدة والسياسات التي ينتظرها الناس حتى تعود عليهم بخير وفير قريب. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.